الحوثيون ينتصرون في حرض ويبثون مشاهد وصورا لضباط من القوات السودانية. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلنت جماعة الحوثي اليوم إحرازها تقدما ميدانيا في مديرية حرض بمحافظة حجة، ونشرت صور لضباط من القوات السودانية المشاركة في التحالف. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن قوات الجماعة أنها سيطرت على عشرات المواقع والقرى غرب مدينة حرض خلال تنفيذها عملية واسعة على القوات السودانية والسعودية وقوات هادي. وأضافت أن العملية التي استمرت يومين أسفرت عن سيطرة قوات الجماعة على مساحة تقدر ب 54 كيلومترا مربعا. وحسب جماعة الحوثي أدت العملية الهجومية إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 من قوات هادي والعسكريين السودانيين والسعوديين. وقالت الجماعة إن من بين القتلى أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا، إضافة إلى عشرات الأسرى والجرحى، مشيرة إلى اغتنام عتاد عسكري كبير منه مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال العملية غرب حرض على حد قولها. ويمثل التقدم الميداني لجماعة الحوثي في مديرية حرض انتكاسة للتحالف، خاصة بعد إعلان قوات هادي محاصرة مدينة حرض وسيطر على معسكر المحصام التابع لقوات حرس الحدود.